إذن نتابع معكم هذه التغطية وآخر ما ورد إلينا ضمن ما أعلنته كتائب القسام، تسلم 13 محتجزا إسرائيليا وسبعة من حملة الجنسيات الأجنبية للصليب الأحمر. إذن بدء تسلم 13 محتجزا إسرائيليا وسبعة أجانب إلى الصليب الأحمر. كانت الهدنة قد مرت بتعقيدات، كانت قد أشارت حماس إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بشروط الأقدمية وأيضا مسار إدخال المساعدات وتحليق الطيران خاصة فوق جنوب القطاع، ثم تمت مساعي مصرية وقطرية مع الجانب الإسرائيلي نتج عنها بدء المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. هذه الصور إذن من معبر رفح كما نتابع معكم، وكما أشرنا رويترز أعلنت أن حماس تسلم 13 محتجزا إسرائيليا وسبعة أجانب إلى الصليب الأحمر. ومن ضمن أيضا الأخبار، جهود مصرية كانت قد تمت وجهود متسارعة أيضا من الجانب القطري لبدء تطبيق مسار هذه الاتفاقية بعد أن قالت حماس أن الجانب الإسرائيلي يقوم بالتلاعب بقوائم المحتجزين والأسرى لديه ولم يطبق شرط الأقدمية ربما الذي كان ضمن الاتفاق بين الطرفين. لم يتم الإعلان عن ملامح هذه الاتفاقية، لكن شرط الأقدمية بحسب حماس كان من ضمن الشروط الأساسية، وأيضا مسار إدخال المساعدات إلى داخل القطاع. كانت حماس تقول أن إجراءات التفتيش معقدة جدا لا تسمح بإدخال المساعدات. الجانب الإسرائيلي أشار إلى أنه بالفعل سيلتزم بما ورد ضمن هذا الاتفاق، وربما ينتج عنه تسلم 13 محتجزا إسرائيليا وسبعة أجانب إلى الصليب الأحمر، في إشارة على قبول إسرائيل بهذه الشروط وبدء المرحلة أو اليوم الثاني من هذا الاتفاق. نضال كنعنة من القدس مراسلنا لديه ربما المزيد من التفاصيل. كنت نضال تحدثت عن ما يجري الآن، يعتبر أن تمديد هذه الهدنة نجاحها دليل على أن حماس استطاعت فرض شروطها من الناحية الدبلوماسية، يمثل ذلك نجاحا لحماس أمام ما وعدت به حكومة نتنياهو. نضال. نعم بالفعل فيصل، لكن أولا مع خبر عاجل ورد الآن من الجيش الإسرائيلي، الناطق بلسان الجيش يقول بأن الجيش الإسرائيلي أو على الأقل طائرة حربية إسرائيلية تمكنت من إسقاط مسيرة فوق البحر الأحمر، وقبل ذلك كنا قد تحدثنا عن سماع دوي انفجارات فوق مدينة إيلات أو بالقرب من مدينة إيلات. يبدو أن أصوات الانفجارات هذه نتيجة لاعتراض طائرة حربية إسرائيلية لمسيرة قادمة من اليمن فوق البحر الأحمر. فيما يتعلق بالمفاوضات وما كنا نتحدث عنه، ما قلته أنا قبل قليل يؤكده الآن مصدر سياسي إسرائيلي مطلع. يقول هذا المصدر وهو مطلع على المفاوضات التي جرت اليوم من أجل حل هذه الأزمة، هو يقول بأن إسرائيل كانت مضطرة لتغيير قراءتها وتفسيرها للاتفاقية تفاديا لحصول ما حصل اليوم من أزمة، هو قال بالضبط تفاديا للتوترات غير الضرورية، هكذا يقول المصدر السياسي الإسرائيلي. إذن فعليا هذا يعني أن إسرائيل تبنت قراءة حركة حماس للاتفاقية. إسرائيل كانت في البداية تقول بأن الاتفاقية لا تنص مثلا على مبدأ الأقدمية في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لكن إسرائيل في حينه قالت بأنها قد تطبق هذا المبدأ عند إطلاق الأسرى الفلسطينيين يعني كمقولة وليس كجزء من الاتفاق.
الإغريقية، والآن إسرائيل تتبنى رواية حركة حماس أو قراءة حركة حماس لهذه الاتفاقية، مما يعني فعليا تراجع إسرائيل عن قراءتها وعن رؤيتها لهذه الاتفاقية وتبني رؤية حركة حماس. هذا يعني انتصارا سياسيا لحركة حماس على الأقل، وهذا يتناقض تماما مع ما كانت تقوله إسرائيل منذ أسبوعين تقريبا من أن العملية البرية والقصف الإسرائيلي المكثف خاصة على شمالي القطاع تمكن من إضعاف حركة حماس وتمكن من يعني التسبب بانهيار المنظومة القيادية في حركة حماس. وإسرائيل كانت تتحدث بلهجة أن مقاتلي حركة حماس الموجودين في شمالي القطاع هم فعليا يعني الآن بقايا من المقاتلين لحركة حماس أو فلول حركة حماس الذين يطاردهم الجيش الإسرائيلي. الآن يتبين لنا بأن حركة حماس ما زالت قوية، أولا في وقف إطلاق النار، هي ملتزمة تماما بوقف إطلاق النار خاصة في شمالي القطاع الذي كانت إسرائيل تقول بأنها تسيطر عليه، أي أن الاتصالات بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية مع المقاتلين شمالي القطاع ما زالت مستمرة وقادرة على الوصول إلى كل خلايا حركة حماس في شمالي القطاع، وهذا هو التفسير الوحيد لوقف إطلاق النار في شمالي القطاع تماما عند ساعة الصفر التي كان متفق عليها. واليوم حركة حماس التي كانت تقول إسرائيل بأنها تسعى وأنها خضعت تحت الضغط العسكري الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، الآن نرى حركة حماس تصر على تفسيرها لبنود الاتفاقية، تلغي الاتفاقية، تلغي تسليم المحتجزين الإسرائيليين. لكن كيف يستقبل النضال يعني داخل إسرائيلي لهذه التبريرات يعني بعد ما حدث من تأخير والآن القبول بهذه الشروط؟ باختصار كيف يستقبل في الداخل الإسرائيلي؟ أولا يعني الشارع الإسرائيلي كان متعطشا لهذه الصفقة، كان يريد رؤية الأطفال والنساء يعودون إلى إسرائيل، وهو يرغب بعودة الجميع إلى إسرائيل خاصة بتشجيع من المشاهد التي رآها أمس بالصحافة الإسرائيلية بالتلفزة الإسرائيلية منذ الأمس، وهنالك شبه هوس بالصحافة الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالأسرى وماذا أكلوا وماذا فعلوا، وبالتالي الشارع الإسرائيلي بات الآن يريد إعادة الجميع. اليوم كانت تظاهرة في تل أبيب شارك فيها نحو 100,000 إسرائيلي يطالبون بإعادة كل المحتجزين في إسرائيل. هؤلاء يتغاضون عن مثل هذه التفسيرات. الآن صحيح أن هنالك البعض يهاجم نتنياهو والحكومة والتنازلات كل الوقت لحركة حماس، لكن على الأقل هؤلاء يتساهلون الآن على الأقل في هذه القضية، يقولون إذا كانت الحكومة قدمت سلسلة طويلة من التنازلات فلنسامحها على هذا التنازل على الأقل إن كان هو ما سيسمح بإعادة المحتجزين الإسرائيليين. وعلى العموم يعني هنالك أيضا أصوات في الشارع الإسرائيلي تقول إذا كان هذا صحيحا وإذا كانت إسرائيل بالفعل قد أخلت بالاتفاقية فالحكومة تتحمل المسؤولية، لماذا هذا اللعب في تفاصيل لا تهم إسرائيل؟ يعني ماذا يهم المواطن الإسرائيلي في تل أبيب أو في غلاف غزة؟ من هو الأسير الفلسطيني الذي سيطلق سراحه؟ هل قضى في السجن 7 سنوات أم 8 سنوات؟ هذا لا يؤثر كثيرا على المواطن الإسرائيلي ولا يعنيه بالمرة، وإنما بالنسبة له هذا تدخل في أمور سفيهة لا, لا, لا تؤثر تماما على الصفقة، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الصفقة. وبالنسبة للشارع الإسرائيلي هذه يعني هذا انعدام للمهنية للحكومة الإسرائيلية، وهو يمتد ضمن سلسلة طويلة من انعدام المسؤولية للحكومة الإسرائيلية ابتدأت من قبل 7 أكتوبر وتستمر لغاية الآن. إذن لازلنا نتابع معكم هذه الصور مشاهدينا بعد أن نجحت الجهود المصرية في إنهاء أزمة خطيرة أدت إلى تأخير الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. حماس تعلن عن تسليمها 13 رهينة إسرائيلية و7 من حملة الجنسيات الأجنبية للصليب الأحمر. ننتقل إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، معك حازم البنا، ضعنا في تفاصيل ما ترصده حولك وما ملامح تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
نعم، يعني في نهاية المطاف ستتم إجراءات هذه الدفعة الثانية التي نحن بصدد رصدها في هذه الأوقات، وكنا نتوقع في الساعة الماضية أن تصل سيارات الصليب الأحمر إلى معبر رفح في الجانب الفلسطيني، وما زلنا ننتظر على أي حال. يبدو أن بعض الإجراءات قد أخرت وصول هذه القافلة من الصليب الأحمر الدولي التي تحمل المحتجزين، لكن في نهاية المطاف كل الأطراف تؤكد بأنه هذه المرحلة من الدفعة الثانية ستتم عاجلا أم آجلا. وحركة حماس يعني قد أوضحت موقفها بأنها ملتزمة عمليا بما توصل له الوسطاء سواء في قطر أو في مصر أو أطراف أخرى بهذه الشروط المتوافق عليها لهذه الصفقة. أكدت بأنه يعني إسرائيل لم تلتزم عمليا ببنود اتفاق الهدنة، وقد أبلغت الوسطاء بعدد من الانتهاكات والخروقات كما أسمتها على مستوى اتفاق التهدئة، في إشارة أيضا منها إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بمنع تحليق الطائرات في جنوب قطاع غزة. كنا نرصد في الساعات الماضية عدد من الطائرات التي تحلق، من بينها الطائرات الحربية الإسرائيلية التي لم نشهد لها تواجدا منذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ، ولكن في عقاب الإشارات التهديدية التي صدرت من الجيش الإسرائيلي بعد تأخير حركة حماس الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، قالوا بأننا سنقوم بمواصلة العمليات، ربما قررت أن تقوم ببعض الطلعات الجوية التي سمعنا أصواتها في جنوب قطاع غزة، في إشارة تحذيرية لأننا موجودون متمركزون على الأرض نحلق في السماء ويمكن أن نضرب في أي لحظة. وبالتالي يعني جسر هو هذه الخلافات الطارئة التي نشبت ستفتح أفقا جديدا في ظل هذه الإشارات التي وردت من خلال الوسطاء بأن هناك جهودا تبذل في محاولة لتمديد فترات الهدنة، وفي أي لحظة يمكن أن يعني تتم هذه الدفعة في وقت ينتظر الجميع سواء هنا في الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي أو أهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية، إتمام هذه الصفقة بالتزامن، بمعنى أن يتسلم الصليب الأحمر الدولي بالفعل هؤلاء الأسرى الإسرائيليين من المدنيين ويصل بهم إلى الجانب المصري ومنهم إلى المسؤولين الإسرائيليين، وتم تخرج مصلحة السجون الإسرائيلية عن هؤلاء الأسرى من الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. في كل الأحوال يعني نستطيع أن نؤكد، لكن دعني أتوقف معك حازم، يعني هل من تصريحات أيضا لحماس، أعلنت يعني حماس عن تسليمها 13 محتجزا إسرائيليا والقبول بالشروط، هل من توضيحات فيما يتعلق بمسألة قوائم الأسرى الفلسطينيين بحسب الأقدمية؟ بالطبع إن وافقت إسرائيل حول هذا الشرط، كيف يمكن تطبيقه؟ هل من تصريحات من قيادات حماس حول هذا الموضوع؟ يعني المسؤول عن الأسرى في حركة حماس قال بأنه هناك قائمة بالفعل شملت مجموعة من الأسيرات والأسرى القصر الذين يعني وصلت أسمائهم، ومنهم بالفعل يعني من حكم عليهم بأحكام عالية، في إشارة إلى هذا الخلاف الذي تم في اليوم الأول من هذه الصفقة، حيث أطلق إسرائيل سراح عدد من الأسيرات وأيضا الأسرى الأطفال الذين محكومون بأحكام إدارية مؤقتة تبقى لها بعض الأشهر، ولم تلتزم عمليا بإطلاق منهم يعني ينضمون ضمن الشروط الهدنة، بمعنى من هم أقدم في الحكم. هذه الدفعة الثانية التزمت فيها إسرائيل عمليا، وعدد من الأسيرات منهم أسرى الجعفيص وأيضا عدد من الأسرى الأطفال بالفعل قد يعني حكم عليهم أحكام عالية، وبالتالي هذا يؤكد بأنه الوسطاء قد نجحوا في تذليل هذه العقبة في محاولة لأن يفتحوا مسارا جديدا هذه الخطوة وصولا إلى تحرير الجنود الإسرائيليين، وهي الصفقة الكبرى المنتظرة التي يجب أن تمهد لها
هذه الصفقة الصغرى لتحرير المدنيين والأسيرات والأسرى القصر في الجانب الإسرائيلي في إطار هذه الهدنة الإنسانية المؤقتة. نذهب الآن إلى محيط سجن عوفر غربي رام الله، معك فراس لطفي. الجيش الإسرائيلي أعلن أن المفرج عنهم في طريقهم إلى معبر رفح، ما الذي ترصده من أمام سجن عوفر؟ حتى الآن لا مؤشرات على إطلاق سراح أو استعدادات لإطلاق سراح الأسيرات والأسرى الأطفال من الدفعة الثانية، وعددهم كما هو مقرر 39 حتى الآن ننتظر. لكن في المحيط هنا استنفار أمني كبير من الجيش الإسرائيلي في محيط سجن عوفر، وأيضا تواجد شعبي كبير، المئات من المواطنين الفلسطينيين هنا يتجمعون رغم برودة الجو ويشعلون النار للتدفئة، إضافة إلى تواجدهم في كل مكان على التلال وفي الأزقة وفي الشوارع ينتظرون الإفراج عن الدفعة الثانية. لكن كما اطلعنا على قائمة الدفعة الثانية والتي نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير، شاهدنا أن في القائمة هناك عميدة الأسيرات الفلسطينيات ميسون موسى، والتي حكم عليها في السابق 16 عاما وهي معتقلة داخل السجون الإسرائيلية منذ عام 2015. وبالتالي يعني يمكن القول بأن هذا الشرط الذي وضع من قبل حركة حماس تم تلبيته من الجانب الإسرائيلي لإطلاق سراح الدفعة الثانية، إلى جانب إسراء الجعابيص التي هي أيضا من قدامى الأسيرات الفلسطينيات، محكوم عليها 11 عاما وهي تقضي سجنا منذ في داخل السجن الإسرائيلي منذ 8 سنوات. وبالتالي قد يعني نرى ويعني يمكن أن نرى الفرق الكبير ما بين القائمة الأولى التي خرجت يوم أمس والتي كان معظمها من الموقوفين ومن الأحكام الإدارية ومن من بقي في يعني أحكامهم بضعة أشهر. اليوم القائمة هي قائمة وازنة يمكن القول، من أحكام عالية ومن أسيرات أمضينا سنوات طويلة داخل السجن. القائمة تضم فيصل يعني 5 أسيرات من القدس و 34 أسير وأسيرة من الأطفال من الضفة لكن عدد الغربية. لكن عدد كبير من الأطفال مقابل هنا عند 6 من الأسيرات فراس. لم أفهم السؤال. يعني عدد الأسيرات حسب القائمة 6 أسيرات والباقي الأعداد هم من الأطفال. نعم يعني هذا يعني الباقي من الأطفال، ولكن من المحكومين أحكام عالية أيضا ومنهم من يعني محكوم إداري أيضا، ولكن الأسيرات من الأحكام العالية، وهذا كان شرط حركة حماس في يعني هذه الدفعة لتعديل ما يعني اعتبروه نقضا للاتفاق الذي تم بوساطة مصرية وقطرية. وبالتالي ما يجري الآن هو الانتظار والترقب لإطلاق سراح هذه الدفعة، وأيضا للتأسيس للدفعات المقبلة كما تعلمون 3rd and 4. وهنا أيضا في الضفة الغربية يعني وسط أجواء أمنية محتقنة خاصة في مدينة جنين، يمكن القول بأن الشعب الفلسطيني اليوم في الضفة الغربية يودع ضحايا ويستقبل أسيرات وأسرى، وهذا هو المشهد السريالي إذا صح التعبير من الحياة التي تفرضها ويفرضها الاحتلال عليهم في الضفة الغربية. الآن الجو محتقن جدا في جنين، وأيضا قبل قليل أفدنا بأن هناك مقتل شاب فلسطيني بالقرب من مدينة رام الله خلال مواجهات عند مستوطنة بساغوت. وهذا هو الوضع العام في الضفة الغربية الذي تفجر بشكل كبير مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لاقتحاماته للضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. 50 يوم أدت إلى مقتل ما يزيد على 230 فلسطينيا وما يزيد على 3150 معتقلا فلسطينيا من مدن مختلفة من الضفة الغربية. لكن دعني هنا فقط يعني اليوم تم إثارة فيصل
قضية هامة جدا في ملف الأسرى الفلسطينيين من قبل الهيئة، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهم الأسرى من قطاع غزة. يقول قدورة فارس وزير شؤون الأسرى والمحررين بأن هناك أعداد غير معروفة تتكتم إسرائيل على آلاف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، يعتقد بأن عددهم يزيد عن 4000. وهنا نعم. وضع علامة استفهام بأن الوضع خطير والنية مبيتة بالنسبة لإسرائيل للتكتم على أسمائهم وأعدادهم، هؤلاء الذين اعتقلوا من شمال قطاع غزة ومن وسط قطاع غزة، إلى جانب هؤلاء الذين اعتقلوا خلال أحداث 7 أكتوبر في غلاف غزة. وهو يطالب المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية بضرورة الكشف عن مصيرهم. إذا ما أضفناهم إلى المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية، نحن نتحدث عن 12,000 يعني معتقل. وبالتالي يعني تمرير هذه المرحلة وتمرير هذه الاتفاقية من التهدئة لربما تؤسس لمراحل قادمة يطمح إليها الفلسطينيون بتبييض السجون الإسرائيلية. وبالتالي نحن اليوم في مرحلة هي مصلحة للطرفين، الجانب الإسرائيلي وأيضا حركة حماس، حركة حماس التي تريد إدخال مزيد من المساعدات، إطلاق مزيد من الأسرى الفلسطينيين، وإسرائيل الحكومة الإسرائيلية المحرجة جدا والتي لم تحقق أي من أهداف الحرب حتى الآن، إلى جانب الضغط الدولي الذي بدأ يتشكل سواء من الولايات المتحدة أو من الدول الأوروبية التي انقلب موقفها بشكل كبير، إلى جانب الضغط الشعبي الداخلي من قبل الأوساط الشعبية الإسرائيلية والداعمين لأهالي المحتجزين لدى حركة حماس. وكما تعلمون اليوم كانت تظاهرة كبيرة ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي الآن المسار انفتح، فيعني الطموح والأمل بأن يتم يعني يستمر هذا المسار حتى نهايته. نعم فراس. وقد يكون مبني على وقفات أخرى لإطلاق النار وإلى هدنة مؤقتة حتى الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار. نحن نتابع إذن معا جميعا هذه الصور، ربما لنقل سيارات الصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا وأربعة من الأجانب حاملي الجنسيات المزدوجة. حازم، ربما لديك المزيد من التفاصيل للتعليق على هذه الصورة. نعم، في هذه اللحظات نشاهد سيارات الصليب الأحمر الدولي تصل إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، يقلهم مسؤولون ومرافقون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر نساء وأطفالا في هذه اللحظات، يحملون وينقلون عبر هذه السيارات باتجاه الجانب المصري. بعد انتظار طويل وصلت هذه القوافل عمليا إلى الجانب المصري بعد هذه التفاصيل التي طرأت حول معايير الإفراج عنهم وحول إدخال شحنات المساعدات إلى شمال قطاع غزة. بالفعل تمكن الوسطاء مجددا من جسر هوة هذه الخلافات التي كادت أن تطيح باتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة، والآن نجحت بالفعل الدفعة الثانية من هذه الصفقة بالوصول إلى نهايتها، مع مشاهدتنا الحية لهذه السيارات التي تحمل هؤلاء الأسرى وتنقلهم باتجاه الجانب المصري من معبر رفح. ربما في الصورة المقابلة الآن في الجانب المصري ينتظر المسؤولون الإسرائيليون هؤلاء الأسرى عبر طواقم الصليب الأحمر الدولي ليتسلموهم، لينقلوهم إلى المشافي، ليتأكدوا من وضعهم الصحي. ولكن لم نرصد عمليا في هذه الدفعة أي من سيارات الإسعاف تحمل الأسرى، ما يشير عمليا إلى أنه يعني هؤلاء الأسرى بحالة صحية جيدة. وقد ذكرت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الملاحظة في الدفعة الأولى من الأسرى، ما يعني بأنه حركة حماس استطاعت أن توصل رسالة عمليا للجانب الإسرائيلي وللعالم، استطاعت أن تحافظ على صحة هؤلاء الأسرى بشكل جيد رغم كل هذه المخاطر وأيضا الضربات الإسرائيلية العنيفة التي كانت طوال أيام العملية العسكرية. لذلك الآن نستطيع أن نؤكد بأنه صفحة جديدة الآن تطوى
فيما يتعلق بالإفراج عن هؤلاء الأسرى من الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل أخرى. وبالطبع هذا سيؤسس إلى يوم جديد غدا وإفراج وتحرير جديد لهؤلاء المحتجزين لدى حركة حماس، وأيضا في الجانب المقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. وبطبيعة الحال هذا الأمر إن تم على نحو إيجابي وسلس نستطيع أن نصل بهذا الملف إلى الصفقة الكبرى التي لها علاقة بتحرير الجنود الإسرائيليين العسكريين المحتجزين لدى حركة حماس في إطار يعني كل هذه الوساطات التي تبذل لحل هذه المسألة وصولا لوقف شامل لإطلاق النار. كنا نترقب في الساعات الماضية خشية كبيرة من انهيار اتفاق الهدنة بعد هذه الخلافات، ولكن هذا الضغط الكبير الذي مورس في الساعات الماضية من قبل المسؤولين القطريين وأيضا من قبل المسؤولين المصريين والاتصالات المكثفة. طيب حازم، أيضا يعني تابعنا إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين، لكن حماس كانت قد تحدثت عن ضرورة أيضا التزام إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة. ما الذي يمكن أن يكون قد تم فيما يتعلق بهذا الشرط أيضا؟ يعني ربما في ساعات الصباح من المفترض أن يبرهن الجانب الإسرائيلي على صدق هذه الوعودات والالتزامات التي قدمها للوسطاء ونقلت إلى حركة حماس في إطار تثبيت هذه الهدنة الإنسانية المؤقتة. بمعنى أنه كان من المفترض أن يصل إلى مناطق شمال قطاع غزة نحو 100 شاحنة، هذا على الأقل وفق تصريح عضو المكتب السياسي في حركة حماس في الخارج أسامة حمدان الذي قال بأنه نحو 65 شاحنة وصلت إلى مناطق شمال قطاع غزة، وهي نصف الكمية المتفق عليها مع الجانب الإسرائيلي لتصل إلى مناطق الشمال. معروف بأنه مناطق شمال قطاع غزة تعرضت إلى دمار وأضرار كبيرة، وأيضا المشافي فيها قد خرجت عن الخدمة، وبالتالي المواطنون المتبقون في هذه المناطق الشمالية بحاجة كبيرة إلى هذه المساعدات والمشافي، بحاجة إلى المساعدات الطبية. لذلك غدا صباحا سيتبين أيضا تثبيت هذا الالتزام الإسرائيلي بهذا الأمر، وحركة حماس أشارت أنها تراقب على الأرض ما يجري من التزام الإسرائيلي، وتعهدت للوسطاء بأنها ستلتزم بكافة شروط وقف إطلاق النار ما التزمت إسرائيل بهذه الشروط. كانت يعني مصلحة السجون الإسرائيلية قد أعطت الضوء الأخضر لإطلاق 39 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية ضمن هذه الصفقة، صفقة التبادل. لكن قبل قليل فراس لطفي كان قد تحدث معنا بأنه لم يرصد أي مؤشرات على بدء عملية تبادل المحتجزين أو الأسرى من الجانب الإسرائيلي. لكن قبل ذلك حازم دعني أنتقل إلى معبر رفح، ينضم إلينا من هناك أحمد مهران من الجانب المصري لمعبر رفح. فريق أمني إذن أحمد مصري بمعبر رفح يستعد لاستلام 13 محتجزا إسرائيليا وأربعة أجانب أفرجت عنهم حماس. تابعنا تحرك سيارات التابعة للصليب الأحمر إلى الجانب المصري من هذا المعبر، ماذا في التفاصيل؟ نعم، بالفعل وصل المحتجزون الإسرائيليون وكذلك الأجانب المفرج عنهم من قطاع غزة إلى معبر رفح من الجانب المصري، وهناك كان بانتظارهم فريق أمني مصري تولى الإشراف على عملية تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى فريق طبي مصري في معبر رفح يتولى عملية الفحص الطبي على الأسرى والمحتجزين قبل تسليمهم كل إلى الطرف الذي سيتولى عملية التسليم. وبالتالي يمكن أن نقول أن المرحلة الثانية قد نجحت من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وفلسطين في يومها الثاني،
وبالتالي ننتظر طبعا المرحلة الأخيرة من اليوم الثاني وهي عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين إلى قطاع غزة بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية. نتحدث اليوم عن 13 محتجزا إسرائيليا جرى الإفراج عنهم، وهو نفس العدد الذي تم الإفراج عنه في اليوم الأول من هذه الهدنة الإنسانية. كما تابعنا بالأمس تم الإفراج عن 13 محتجزا إضافة إلى 11 أجنبيا يحملون جنسية تايلاند والفلبين. هؤلاء تم الإفراج عنهم خارج إطار صفقة تبادل الأسرى. اليوم أيضا عدد آخر كان من المفترض أن يكون عدد الأجانب 7، ربما يعني الأنباء تتحدث عن 4 حتى الآن، لكن من المقرر أن يكون عدد الأجانب المفرج عنهم 7، وهؤلاء أيضا خارج إطار صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية. وبالتالي العملية نجحت في يومها الثاني رغم التعثر الذي شهدته عملية تبادل الأسرى والمحتجزين لبضع ساعات، وكانت القاهرة قد دخلت في سباق مع الزمن لإنقاذ الهدنة الإنسانية وإقناع الطرفين بضرورة الاستمرار في تنفيذ الهدنة وتنفيذ والالتزام بتنفيذ باقي بنود الإفراج المتبادل عن الأسرى والمحتجزين، وهو ما نجحت فيه الوساطة المصرية والقطرية بالفعل اليوم. وبذلك تم الإفراج عن الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، ونحن بانتظار إكمال المرحلة الثانية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. اليوم غد سيكون اليوم الثالث من أيام الهدنة الإنسانية، سيكون هناك عدد آخر من المرتقب أن يكون عدد مماثل لنفس العدد الذي تم الإفراج عنه اليوم ويوم أمس، وصولا إلى إجمالي عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار هذه الهدنة، وهو 50 محتجزا في مقابل 150 أسيرا فلسطينيا وفق الأعداد المتفق عليها ووفق المعايير المتفق عليها أيضا، وهي المعايير المتعلقة بأقدمية الأسرى من الأسيرات الفلسطينيات وكذلك الأطفال من دون 19 من العمر وفق الاتفاق الذي جرى التفاهم بشأنه بين إسرائيل وفصائل المقاومة. وبالتالي نحن اليوم يمكن أن نقول أننا أتمنى نحو 50% من اتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل، إلى جانب أن هناك محاولات مصرية لا تزال مستمرة أيضا فيما يتعلق بإمكانية تمديد الهدنة ليوم إضافي أو يومين، وذلك لإعطاء الفرصة للإفراج عن المزيد من المحتجزين لدى فصائل المقاومة وكذلك وضحت الصورة. دعني أنتقل الآن إلى القدس مرة أخرى مع نضال كنعنة، لديه المزيد من التفاصيل. نضال. نعم فيصل، الآن الجيش الإسرائيلي يقول أولا أن جميع المحتجزين الذين أطلق سراحهم اليوم 17 تلقوا فحوصات طبية أولية من قبل الصليب الأحمر وجميعهم بصحة جيدة وفقا للجيش الإسرائيلي. وبيان آخر للجيش يقول بأن المحتجزين أولا هم 13 إسرائيليا وأربعة من حملة الجنسية التايلندية استكمالا للصفقة التايلندية مع حركة حماس بالوساطة الإيرانية. ثالثا الجيش الإسرائيلي يقول بأن المحتجزين الآن في طريقهم، هم ما زالوا على الأراضي المصرية لكن هم في طريقهم الآن برا إلى معبر كرم أبو سالم، إلى حيث يلتقيهم الجيش الإسرائيلي هناك من أجل الخضوع لفحوصات طبية أكثر دقة ومن أجل التأكد من هوياتهم من قبل الجيش الإسرائيلي والشباك الإسرائيلي الذي ينتظرهم على معبر كرم أبو سالم. إذن هم ما زالوا على الأراضي المصرية لكن في طريقهم، غادروا معبر رفح، هم في طريقهم إلى النقطة التي سيلتقي بهم فيها الجيش الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم. والجدير أيضا بأن الجيش سينقلهم من هناك بالمروحيات إلى المستشفيات مباشرة، هو يختصر قاعدة حتسيريم الجوية التي استقبل فيها بالأمس الدفعة الأولى من المحتجزين. واللافت أيضا أن اليوم الجيش الإسرائيلي تولى قضية إصدار البيانات حول أوضاع المحتجزين. بالأمس كانت هنالك فوضى عارمة في إسرائيل والجميع يصدر بيانات، اليوم الجيش الإسرائيلي تولى هذه المهمة ربما في محاولة لتفادي ما حدث من فوضى بالأمس. سنبقى على اطلاع منكم دائما عن هذه التفاصيل لحظة بلحظة. شبكة مراسلين من رفح حازم البنا، القدس نضال كنعنة، من محيط سجن عوفر غربي رام الله فراس لطفي،
ومن واشنطن مجدي يازجي، سنبقى على اطلاع منكم دائما عن هذه التفاصيل لحظة بلحظة.